الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فلنأخذ في الصراط قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم حوله بحسب صفاته ومتعلقاته، وهو سبيل الله الموصل إليه الذي نصبه على ألسنة رسله، ولا سبيل إليه سواه، وهو إفراده بالعبادة وإفراد نبيه صلى الله عليه وسلم بالطاعة وتجريد المتابعة. الأمر الأول في هذا الصراط الذي يوصل الإنسان إلى الله جل وعلا وإلى الفوز بالجنة والنجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، أن تعبد الله سبحانه وتعالى وحده. وبذلك أرسل الله كل الرسل، قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الرسل يأتوا إلى الناس ويأمرونهم بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فالعبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى. وأعظم هذه العبادات عبادة الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي، قال: الدعاء هو العبادة. وسمى الله سبحانه وتعالى الدعاء عبادة، كما قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله الدعاء عبادة، لذلك المسلم يدعو الله إذا كانت عنده حاجة فيما لا يقدر عليه إلا الله، يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. وسمى الله الدعاء نداء، كما أخبر مادحا أنبياءه أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى، قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وذكر بعد ذلك قال: وذا النون إذ ذهب مقاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رقبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فسمى الله سبحانه وتعالى نداءهم، وكانوا ينادون إذ نادى، وأيوب إذ نادى ربه كانوا ينادون الله. ذكر الله في آخر الآيات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا، فسمى الله الدعاء نداء. عشان كده المسلم بنادي ربنا براو، داير حاجة ينادي الله براو، مش زي ما الناس الليلة بيقول لك بيجيبون تسمع في الإذاعة والتلفزيون بناديهم في كل قضية، بناديهم حيين، بناديهم ميتين، بناديهم. ده من الشرك بالله سبحانه وتعالى، الله سماه شرك في القرآن. قال تعالى: ذلكم الله، كلام نديك ليه من الكتاب والسنة، ما كلامنا، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، عشان الناس تعرف انه هذا الكلام من الخطورة بمكان، والكلام ده منتشر يا جماعة الليلة بين الناس، والكلام ده اعظم جريمة عصي به الله سبحانه وتعالى، واعظم اسم. قال سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. أي زول بنادوا مع الله سبحانه وتعالى، الله قال لك ما يملك شيء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فسمى الله دعاء غير الله سبحانه وتعالى شركا، لذلك الإنسان يجتنب هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه الذي أمره أن يتوجه إليه. الله ما قال لك نادي غير الله، ما قال نادي الأولياء مع الله سبحانه وتعالى، الله قال لك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الله قال لك ادعوني.
ووعدك بالإجابة. لذلك المسلم يتوجه إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدعو دعوة قال إلا أعطي إحدى ثلاث، إما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثل وإما يصرف عنه من السوء. فهذا من فضل هذه الدعوة، أنك يعني عندك من هذه الأمور الثلاث. أما أن تتوجه إلى غير الله هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى لك. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أن غير الله لا يملك لعبيده نفعا ولا ضرا، ما بينفع أي زول بينادوا مع الله الليلة ما بينفع ولا يملك لغيره ضر. والليلة كثير من الناس الليلة بيعتقدوا أنه في شيوخ وآلهة بينادوهم بيقول لك والله ديل خطرين جدا، وديل أواك تتكلم فيهم ويقول لك والله ديل ينفخوك، ها؟ والكلام ده باطل، وده حال أهل الشرك، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن قوم هود عليه السلام قال: إن نقول إلا احتراك بعض آلهتنا بسوء. قال له قالوا لهذا النبي أن الآلهة جعلتك تتكلم بما لا يعرف لأنك تكلمت فيها فأصابتك بهذا السوء. فقال لهم هود: إن نقول إلا، فلما قالوا إن نقول إلا احتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فأخبرهم أن يدعو هذه الآلهة لكي تصيبنا من الضر، لأنه يعلم أنها لا تنفع ولا تضر ولا تملك من الأمر شيء، وتوكل على الله، والله جل وعلا يكفي من توكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هل يستوي هذا وهذا؟ من يتوكل على الله الذي بيده الأمر كله، ومن يتعلق بمخلوق ضعيف لا يستوي هذا وهذا. وبين الله هذا المعنى في آية كثيرة، قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الله سبحانه وتعالى إذا أراد الإنسان بسوء لا يستطيع أي أحد أن يصرف عنه هذا السوء. لذلك المسلم يتوجه إلى الله لأنه يعلم أنه وحده الذي بيده النفع والضر. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقال تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وبين الله سبحانه وتعالى أن النعم كلها منه. لذلك ذم أهل الشرك الذين يعبدون من لم ينعم عليهم بنعمة. يا أخي أي نعمة عليك من الله سبحانه وتعالى؟ تعبد الشيوخ والقبور وتناديهم زي ما ينادى الله سبحانه وتعالى، هذا من الظلم. لذلك ذم الله أهل الشرك، قال: أيشرك؟ قال: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. فجعلوا لله سبحانه وتعالى الأنداد، رغم أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بكل النعم جعلوا لله الأنداد، وده حال الناس اليوم. والله سبحانه وتعالى يخبر أن النعم كلها منه جل وعلا. يقول: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم
فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. الله سبحانه وتعالى جعل لك من الأنعام ومن خلق السماوات والأرض لكي تشكره جل وعلا وحده. ولكن كثير من الناس صرفوا العبادات لغير الله. الواحد يستغيث بالله، يستغيث بالشيخ كما يستغاث بالله سبحانه وتعالى. والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. الذي يجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. لكن الليلة الناس بينادوا الشيوخ مع الله سبحانه وتعالى وهم لا يملكون لهم شيء ويتوكلون عليهم مع الله. والله جل وعلا يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الليلة الناس دعاة الشرك يدعوك إنك تتوكل على غير الله وتمشي القباب والأضرحة وتتوجه لأصحابها مع الله سبحانه وتعالى. ويقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. تتوكل على الله لأنه الحي الذي له الحياة الكاملة، فغير الله سبحانه وتعالى من بين ميت وعاجز لا يستطيع أن ينفعك. يا أخي تعبد لك ذول ميت، زي ما الله سبحانه وتعالى أخبر عن أهل الشرك أموات الذين يعبدونهم مع الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالحي تكون له العبادة ولا تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. تجد كثير من الناس صرفوا العبادات لغير الله، ناس يخشعوا للشيوخ في قبورهم كما يخشع لله سبحانه وتعالى. والخشوع عبادة لله كما أخبر عن الرسل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالخشوع عبادة لله. ذول تلقى يمشي قبر الشيخ يمشي يبكي هناك بدموعه ويسأل الشيخ ما لا يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى. وهذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى ومن الشرك. وكثير من الناس اليوم عندهم من العقائد الكفرية التي تخالف ما عليه أمر الله سبحانه وتعالى وما أخبر الله سبحانه وتعالى من الأخبار. تجده يعتقد أن غير الله من الشيوخ والأولياء يحيون الموتى مع الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. تحدى الله على الشرك أن آلهتهم التي يعبدونها مع الله أن يحيوا مع الله سبحانه وتعالى الأموات. فهذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. فهذا إحياء الموتى من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة عليه. وهذا ذهب به المتصوفة وأعطوه لشيوخهم مع الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني قال ابن القيم وهو تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم لا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه رسول الله، كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ذم الله أهل الشرك لأنهم شرعوا من الشرائع ونسبوها إلى دين الإسلام. فلا شريعة ولا دين إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى شرع لكم ناهيا عن التفرق في الدين، فالدين واحد والرسول واحد. قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالإنسان لا يتفرق في دين الله سبحانه، المسلمون لا يتفرقون في الدين ولا يعبدون الله بالبدع. وقال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه وباطل. وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم قال ليزادن أقوام عن حوضي يوم القيامة
فأقول أمتي أمتي فتقول إنك ما إنهم بدلوا, تقول لهم الملائكة إنهم بدلوا بعدك, فيقول سحقا سحقا, أي غيروا في الدين وأتوا بالشرائع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير في زماننا, ناس يبنوا القباب والأضرحة على المساجد, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من شرار الخلق كما عند أحمد في المسند, إن من شرار الخلق عند الله الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد, وذلك إما أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى في هذه القبور, وإما أن يبنوا عليها إما يبنوا المساجد على هذه القبور. وهذا من البدع ومن الوسائل للشرك بالله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أرسل عليا ابن أبي طالب, قال لما قال علي لأبي الهياج قال ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. أي قبر؟ قال له أعلى من القبور تساويه, ولا تمثالا إلا تمصه. فهذه القبور تسوى لأنها تكون وسيلة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فأهل الشرك الأوائل عبدوا, كان أصل شركهم تعظيم الموتى والصالحين مع الله سبحانه وتعالى, كما قال ابن عباس في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يقوث ويعوق ونسرا, قال هذه أسماء خمس رجال صالحين من قوم نوح لما ماتوا عكف الناس على قبورهم, وأوحى إليهم الشيطان أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا وسموها بأسمائهم. الصالحين ديل الناس غلوا فيهم حتى أوصلوهم إلى درجة الله سبحانه وتعالى بصرف العبادات لهم مع الله سبحانه وتعالى, وكل هذا من الباطل. الصالحين أنت تحبهم لكن لا تصرف لهم العبادة ولا توصلهم إلى درجة الله زي ما حصل الليلة, ناس يحبون الأولياء والصالحين أكثر من حب الله سبحانه وتعالى, ويلهجون بذكرهم أكثر من ذكر الله, كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هذا وصلى الله سيدنا محمد, وافتح الفرصة الشيخ محمد.